هذه النشرة برعاية معرض التعميم والتوظيف. أمطار رعدية متفاوتة على مسقط والداخلية وشمال وجنوب الباطنة والظاهرة، مع تواصل نشوء خلايا سحب رعدية على شمال السلطنة. وزارة الزراعة والثروة السمكية تنفذ اليوم مشروع أعمال الرش الجوي لمكافحة حشرة دباس النخيل في قرى ولايتي ينقل وضنك. ينطلق اليوم مهرجان صحارى الأول لسباق المفاريد على أرضية ميدان صحارى لسباقات الهجن، ويستمر لمدة يومين.